الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزل رؤية خروج الصراصير من الجسم في المنام، علام أن أحد يريد أن يؤذي صاحب الرؤية فعليه الحذر. الصراصير على الجسم في المنام إصابة على الشخص مصاب بالعين أو الحسد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يشير رؤية الصراصير على جسم الإنسان أن هناك أحد يتطفل ويحقد على صاحب الرؤية فعليه الحذر منه، والله أعلى وأعلم. بالإضافة يشير على السفاهة والمكر من قبل أشخاص مقرب منهم فعليه الحذر. الصراصير البيضاء في المنام علامة على اضطرابات المشاعر في حياة صاحب الرؤية، والله أعلى وأعلم. رؤية الصراصير بصفة عامة علامة على التورط والأزمات نتيجة بعض الأصدقاء السيئين في حياة صاحب الرؤية. إذا رأى الشخص الصراصير الميتة في المنام إشارة على وجود أشخاص يحاولون أن يحقدون عليه كثيرا فعليه الحذر منهم. موت أو قتل الصراصير في المنام إشارة على التغلب على الأشخاص والانتصار عليهم، والله أعلم. كما يشير رؤية الصراصير على العين والحسد الذي أصيب بها صاحب الرؤية من قبل أشخاص مقرب منهم، والله أعلى وأعلم. يعتبر حلم الصراصير في منام المرأة المتزوجة علامة على وجود بعض الحاسدين والحاقدين على هذه المرأة فعليها الحذر. كما يشير رؤية الصراصير في منام الفتاة العزباء علامة أن الأشخاص يريدون أن يلحقوا الأذى بها كثيرا فعليها الحذر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة.